كلام عن المنتخب المغربي زيه زي الكلام عن منتخب الجزائر زيه زي الكلام عن منتخب تونس، في حاجه مفخخه قدامك لازم تتكلم بايجابيه. طب يا جماعه ايجابيه ايه؟ ده انا نفسي اشوف ايجابيات لوحيد خالص، والله والله العظيم انا معترض، انا بس نفسي اشوف الايجابيات، انا نفسي اشوف الايجابيات والله، وانا هطلع اتكلم عليها. نفسي اشوف اداء جميل، نفسي اشوف شباب تشكيل، نفسي اشوف شخصيه فريق، والله العظيم وهطلع يا باشا اجيب لك الطبله والزمره وهعمل حفله هنا في القناه. بس وريني وريني الكلام ده. انت واقف قدام منتخب الكونغو، ماشي منتخب الكونغو على الورق هو العنصر الاضعف، بس بسم الله ما شاء الله في الملعب المنتخب الكونغو كان اقوى بكتير من المنتخب المغربي. الشوط الاول، شوط اول غريب جدا بالنسبه لافكار وحيد خالزيتش، لان انا بصراحه افكار وحيد خالزيتش امبارح كان هجيب لي شلل بصراحه. الشوط الاول اللي انت بتعمل ايه بجد والله، يعني انت المفروض سامي ما ايه بيعمل وجبات دفاعيه ورا اشرف حكيمي، فين الوجبات الدفاعيه بتاع سامي؟ فين الوجبات بجد والله؟ ده غير انك عندك متلازمه سوء حظ غريبه، اول تصويبه تخبط في رومان سايس تجيب جول، وبعد كده للامانه لولا تالق بونو وتالق رومان سايس كان الموضوع بالنسبه لك فرط. يعني انا هرجع اقول ان الهدف بتاع المنتخب المغربي، هرجع اقول ان اكبر داعم ليه كان رومان سايس، رومان سايس اللي كان ممكن تلبس هدف الثاني والجيم يخلص عليك. رومان سايس عمل تاكلينج وقطع وسلم لادم ماسينا، ماسينا لعبها طويله للكعبي اللي سند طارق تزديوي وحطها في المرمى. فانت بسم الله ما شاء الله نجوم المباراه عندك خط الدفاع وحارس المرمى، المهاجمين اللي انت غيرتهم فرقوا معاك، اه فرقوا معاك، بس انت لا مؤاخذه اللي بادي غلط، آه انت اللي بادي غلط. انا عارف انا موضوع المدربين اللي هما بيبدا غلط وبيعك ده ويجي الشوط الثاني يصحح اللي هو عمله فيبان قدام الجمهور ان هو قرا المباراه بطريقه عظيمه وافكاره الفنيه. الشوط الثاني اختلفت اللي هو امال مين اللي كان بيعك الشوط الاول؟ طالما انت عارف الغلط فين وصححته يبقى انت بديت غلط، انت بديت غلط وانت قدرت منتخب الكونغو غلط. الا بقى لو انت جيت شفت الجمهور فكشيت، فوقتها يبقى انت عندك مشكله في الشخصيه، يبقى وقتها شخصيتك هي اللي باهته على الفريق، يبقى ضعف شخصيه المنتخب المغربي جاي من ضعف شخصيه واحد خالزيتش لا اكتر ولا اقل. طيب الياس شاعر وسفيان بوفال، سفيان بوفال نجمك في كاس الامم الافريقيه هو اشرف حكيمي، سفيان بوفال ازاي بس ما يبداش اساسي؟ وازاي بس ريان مامي حط ريان مامي حط ايده على ضربه الجزاء؟ ما انا عايز افهم معلش، يعني في اشرف حكيمي، في النصيري، في لعيبه كتير موجودين جوه الملعب بيشوطوا ضربات جزاء، تقول لي لا ما النصيري بيضيع. اقول لك يا عم مش لازم ريان، يا عم الواد دخل عليه متردد بطريقه غريبه جدا، يعني حتى القرار السهل بالنسبه لك كمدرب انت مخلي ريان يلعب ضربات الجزاء ليه؟ اصل انا جايبه، انا اللي جبته يا باشا. الوضع متعب بالنسبه للمنتخب المغربي. تبص بقى وحيد خالزيتش بيستدعي لاعب جديد لمعسكر المنتخب المغربي، ايه خير لما قال هيجيب صانع العاب مثلا؟ طب هيجيب جناح يلعب بيه الناحيه الميته دي عند ادم ماسينا؟ لا الناحيه الميته اسف عند اشرف حكيمي، لا احنا معلش انا عايز اجيب مهدي عبيد حارس المرمى. هتخش تلعب مباراه الكونغو العوده باربع حراس يا ابن المفتريه؟ الموضوع متعب والله. في الاخر يقول لك الستيرتان كان مؤثر على اداء المنتخب المغربي، ما المنتخب المغربي لو مسك كره الشوط الثاني كان خطير على المرمى، ولا لو الترتان ده كان موجود الشوط الاول والشوط الثاني غيرناه بنجيل طبيعي؟ انا عايز افهم برضه. انا بقول لك والله العظيم ثلاثه انا قاعد مستني ايجابيات بس تعدي من قدامي، بس الاقيها، بس الاقي الايجابيات دي واطلع اتكلم عليها. انما وحيد خالزيتش بصراحه لولا الفرديات العظيمه عند اللعيبه المغاربه كان الموضوع بالنسبه له بهت خالص، والراجل ده كان غرق المغرب بدري بدري. بس الفرديات دي بجد محتاجه مدير فني كبير يقود المنتخب المغربي، محتاجين مدير فني يعمل شخصيه فريق. يمكن غلطه كبيره ان هم استغنوا عن هيلف رينار، بالنسبة لي غلطة كبيرة، لأن رينار شغله بدأ يبان مع المنتخب السعودي. هتقولي كان شخصيته، هتقول لك شخصية مدرب وسيستم لعب، أسلوب لعب في المنتخب السعودي بقى واضح مع رينار، وكان واضح مع المنتخب المغربي. فالتخلي على رينار وإنك تكمل مع وحيد خالزيتش وتكمل رغم الهجوم العنيف اللي كان بيتعرض له وحيد خالزيتش، فأنت حطيت مسيرة المنتخب المغربي مع مدير فني عنيد عنده أفكار دفاعية، الموضوع بالنسبة له صعب إن هو يقدم كرة جميلة تعجب المغاربة. وصعب ان هو يقدم كره جميله مع القماشه العاليه قوي بالنسبه للمنتخب المغربي. منتخب تونس لما بيأدي اداء دفاعي بنتقبل الموضوع ونقول ما فيهمش حد محترف في انديه كبيره. منتخب مصر لما بيعمل جيم دفاعي بنقول حسبي الله ونعم الوكيل ما عندناش نص ملعب. انما انت لما تيجي تلعب جيم دفاعي قدام الكونغو ما ينفعش، ما ينفعش خالص والله بجد. مع احترامي للكونغو وكبر اللي عامل فرقه محترمه هو محمود فايز، بس ما ينفعش خالص انك تروح حاطط كل افكارك انك تعمل مباراه دفاعيه قدام الكونغو واعتمد على الكره الطوليه والهجمات المرتده. انت جاي بتهرج والله. علشان كده انا كان نفسي ان انا اطلع اقول عليه ان هو عمل حاجه كويسه، بس انا ما شفتش ان الراجل عمل اي حاجه كويسه. انا شفت ان اللعيبه انقذته للمره المليون،
لا اكتر ولا اقل. انت لو شفت حاجه تانية فنيه للراجل ده مميزه جوه الملعب ابوس ايدك قول لي وانا اطلع اعتذر والله واطلع اقول انت عندك حق. بس قول لي والنبي انت شفت ايه الوحيد خالص كويس مع المنتخب المغربي امبارح في مباراه الكونغو غير ان هو صحح العك اللي هو عمله في البدايه؟ قول لي بس والله وانا هقتنع ما عنديش اي مشكله، بس اهم حاجه تقول لي. بس لو انت عايز تقول لي كده اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب، او اعمل شير للفيديو. شير ما فيش حد بيعمل، بص اعمل اي حاجه يا معلم في الفيديو من الاخر يعني.